مرحبا. عايشك؟ بس خويا الحمد لله. نحكي معك على بعض المهن اللي اليوم في تونس، برغم اللي هي مهن شاقه على الاخر، لكن في المقابل اشغال شاقه كما قلت انت، لكن في المقابل خير من غيرها في الفلوس. نحكيو على البناي. البناي تعب، صحيح فيها فلوس ونهارو ب 70 وب 80 وب 100، اما تعب تعب، يخدم يروح نهار السبت يخلص نهار الاثنين ما تلقاش عنده حتى فرنك. ليش؟ نهارك بقداش فرنك؟ انا كل مره كيفاش. انت والبلاصه اللي تبني فيها؟ انا والخدمه انا ومجهودي واش نطيح متراش. نسيت نبدا ماخذ المترو ب 10000، كي نخدم 10 متر ولا 11 نروح عندي 100000. خدمة الوفقة تساعد البني أكثر، تساعد العامل أكثر ولا صاحب اللي ينجزوا المشروع؟ الزوز باش هذاك يقول ما كركرش ليا، والآخر يقول معناها يخدم حتى كي يخليه في الدار باش ما يقولش كركر، يخدم على روح. هو يساعد يحب يروح في كملها في ساعة. خدمة تاع شهر يخدمها في الجمعة. شفت خدمة تاع شهر يخدمها في جمعة، فكرة عامة في تونس. علاش خدمة نتاع شهر نخدمه في جمعة؟ ما تسيرش ماهيش وافقة، خدمة في جمعتين ما تخدمهاش في شهر. ماهوش وحده، ماهوش وحده. كي باش يخدم يولي يجيب معايا مثال، هي تكلم تاع خدمة واحدة تاع شهر يجيب ثلاثة بناية معايا، ثلاثة خدامة، احسبي أنت يجي يطلع حسابه تاع. لا لا، في السيستيم في بلادنا في كل شيء أبار البني، البني فما نسبة كبيرة كركر. بار كونت كيش تعطيه وافقة تك في صافي زي كمان. غشاش كلها غشاش، ما فهمش علاش البناية ما تربحش. انت مش صح، انت مش مطالب باش اوكي على فين، اما تنجم تخدم في ريتم تاع في ساعه تكمل، مش تقعد حاجه تاع جمعه الناس تخدم فيها في شهر وشهرين. ودي مش حكيتك هكا، هذاك كل واحد ومخه. مش مخه، كل واحد وضميره. لا كل واحد ومخه، ما يمشوش بالضمير، يمشوا بالمخ. يعمل حسابها باش كيما يقول لك باش غدوه كيف اليوم ما نخدمش، هذه ماركي نهارين ثلاث ايام نتاعي نقول ماركي. شفت روحك قلت لي على ذاك ما نفضلوش البركه معناها. البنا يكون سكر جيد تحب تحسب لي هكا يخلص. لا مش كل. لا لا كل كل. لا لا صديقي ما تراش من روحك كل شيء، لو تدفع عليك في الكلمه سمح. اسمعني اختي، انا عمري 43 سنه 26 سنه بني، خاطر انا متخرج من بين عروس، فهمت؟ 26 سنه بني، خبوك تلقي بني مفضل ولا حتى مقاول، يا كان تلقي عنده فلوس او عنده ديو يجيبها مني يخلص من، علاش كلها ما تفضلش؟ كلها ما تفضلش. علاش؟ مسمينها فلوس حرام. لا انت ذي وجهة نظرك انت. مسمينها فلوس حرام. هما برشا في منتشرين في كل مكان، ناس بنايه، ناس زويولة، ناس تخدم، ناس عاشت كي حسنت وضعها المادي ولكن بتعب بشقاء كبير. بشقاء وخاصة في الصيف هذا كيف النهارات نخدم لايق من البرع الكاترية. نمشي ما ثلاث ونص تاع الصباح، نص نهار وقت نهبط عبارة مش في حمية. سقرة الصحراء أكثر منها. هكاك بعد تروح تمشي تدوش وترقد تقوم هذاك والحبل على الجره اللي مغد تقوم مع الثلاثه ما فطرت وتمشي نتلم وناخذ تاكسي ونطلع. برشا نقاط تخص البني، فما اهم مشكل السلامه، اليوم كل مره نسمعوا طاح من الديزيام والتروازيام السلامه. ما هو خاطر ريت السرير كي ذاك ماهوش مبني السرير على قاعده كيما الدار كي تبدا العرس مش على قاعده تطيح، السرير كي يبدا فيه ناقص حاجه قدك اقل الترشيقه من السمش يطيح. برشا طاح. الترشيقه نحكيو عليها بعد فتره، والسرير اللي تعمل الجمعه جمعتين. ما هو كي تبدا منقص عليه لوحه ولا حاجه ولا لوحه تبدا مترشقه، هو يطلع يجي لوط. وتحت المرمره ما ثمش ما اكثر منها راه. للاسف اليوم ما فما برشا، مع احنا نحكيو على ما فماش تغطيه اجتماعيه، نحكيو على تجاوز القانون في كل مكان. البني ولا صانع البني شنو ذنبه هو اذا كان شي يخدم لا قدر الله فجاه وتصاروا عشرات الحالات، يمشي شي يخدم يروح يلقى روحه في سبيطار مطيش ما عندوش حتى ضمانات تحت الحيط، خاطر يخدم موش بالصبان، خاطر كي تخدم بالصبان نهارك ب 40 دينار، كون ما تخدمش بالصبان ما تعيط لي انت ملاك ولا عيط لي مقاول هذاك ب 70000 نهار، يخدم غير صبان. عدم خير لك انت تخدم بالصبان وبسيناسيس. لا صب على روحي متاكد فليح نعمل نعملها فليح خاطر معناها بلاد فلاح نحن ولاد بوسالم غيرك انت ما يصبش على روحه وراه ثم برشا تصب ثم خدامه تصب باش تقرا نهار حساب اخر تنين نصب وزيد عندي واحده استسمه صغار يقري فيهم بالفلوس جديد بريفي شكون واحد نجح لي ليسي سنين فهمت الاخر الخامس
نجح في الليسي والاخر نجح الخال، يعني كان في الكوليج. علاش في الكوليج هو مازال يقرا بريفي؟ ودي سيزيام نجح للكوليج، هذا والاخر سيزيام ابتدائي نجح للكوليج. يعطيك الصحة. علاش قرا في بريفي؟ القرايه ما سمش، اول نهار ما قروشي، اول نهار ما جاتهمش الاستاذة، كان عندي عميم بديت قريفان بالفلوس، ما انا معايا زعما دوبلي نصرف نصرف نصرف، راك تعرف المصاريف نتاعهم قداش، ومن بعد نجي يعمل لي أي الاستاذ يضرب بالجمعه بالجمعتين، الاستاذ هاي راحت القفص، هاي راحت كذا، حكايه فارغه هذيك الكل. انت ضحيت معناها برغم اللي انت بناي من الاخر تنجم تقعد بعام ما تخدمش، ضحيت وخليته باش ولدك ما يخرجش من القرايه قريته بريفي. باش ما يتبعش الهم اللي في باينه، ناري قالي على روحي، اما لا غالب. شنو قريت؟ باك لتر عامين وما نجحتش. عديت باك عامين وما نجحتش. علاش ما عودتش؟ لا عودت مش ما عودتش. قالت لي استاذه كلمه ما نكذبش عليك، عطيتها كف وروح. كيفاش كيفاش؟ استاذه حسيت وكل هانتني معناها يا اخي تاخذ لانتري تعدنا، قمت عطيتها كيلو حرفيا. قمت عطيتها كف وروح. نجم تعمل روحك ما سمعتش، ما تسالش وتوريها العكس اللي انت اخي كيف انت تعرفني؟ قريت عندك العام الاول وما نجحتش، عاودت ثاني ما نجحتش، كي ترجع مره ثالثه مثلا تبدا معناها هكا شادلنا وجوه. هيك ومن الوقت هذاك سي مشيت خرج. فكرها لليوم كيف كان؟ شكون؟ الحاله كي قالت لك. وبعد رجعت تطلب في السميه. مشيت هزيت اوراق ومشيت لبناروس. قريت ثلاث سنين ولا مرتاح. بناروس شنو قريت؟ بوزير. شنو؟ بوزير. زهراء. بوزير. بوزير. معناها انا خدمتي كانت تاع كفراج ولوح، معناها من التراب نبدا. كفرج ونصبها الياجور الواحد هذايا كي تبدا واحد ملزوز يمشي يخدمه. ما نخدموش نخدم كان. اخترت الشقاء، اخترت الخدمة اللي فيها برشا تعب. هذيك اللي فيها الفلوس وفيها الدنيا. فيها الدنيا. هذاك هو. اليوم خاصة احنا نعيش في ظروف صعيبة شوية. كل موظف كل مش موظف. موظف لا. اليوم قالوها. قالوا ردي تو علاش العباد ما حبش تعرف تو قالوه قالوا قبل موك البنية ما يعطوش الطفلة والبوليس والأستاذ يعطوه الطفلة تو يمشي أستاذ ما يعطوش يمشي البنية حتى خدم ربما يمدوها له. يقول له هذاك ديما يخدم بفلوس ومرواض يمدها له ما يقولش لا حتى كان قالت لا يقول له خذي انت خاطر فلوس لا يعني البني يخزروا فلوس من اي وقت ريتي تو ماشي يعيط لي شكون ما تديش عليه 50 60 الف في جابي والرب حتى كون ولو ما خدمتش نهار كامل ولا ما مشيش نخدم يا مس العشية كنت نخدم راه واحد جا شكون كلمني ركبت 400 فيونس مد لي 40 الف قلت له 80 قال لي ما يسالش مد لي 40 هزيت روحي روحي قداش من ساعة؟ شكون؟ الأربع كعبات فيونس. مش 400 متر. 400 متر؟ قداش قعدت؟ ساعتين. ساعتين مدك 40؟ نحمل 10,000 ماكينة وتمريق مقداش. لا بلاش فلوس. هيك هو. ترأف بارفوا بالشخص اللي تبني عنده تحس ظروفه مش ولا بد ولا إنسان بسيط زوالي. يكذب عليك، يقولك ما عنديش فلوس والفلوس ما موجود. انت حسيتك فخور انت بني ومرتاح واحسن مهنه ما نخدم ضمير وما احسن ما نخدم ضمير وما عنديش كلمه عيني باش نمشي نخدم نخدم ما عينيش ما يمشيش نبدا منش في مخي باش ما نغشش العباد نبدا تعب مثل كيما البارحه تعبت 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 اليوم مانيش ماشي ماشي توني قمت تو ماشي باش نعمل قهوه طبيعي عاش.